عليكم ورحمة الله أحبائي طلاب الصف الأول، معانا مراجعة لليوم المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة. تعالوا نشوف النظرية الأولى في هذا الدرس، نظرية التناسب في المثلث. إذا واز مستقيم ضلعا من أضلاع مثلث وقطع ضلعيه الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة. يعني عندي المثلث ADC، القطع المستقيمة أو المستقيمة الذي يوازي أحد الأضلاع BE يوازي CD. يبقى كده أنا عندي الضلعين اللي أنا شاورت عليهم الحين AC و AD، هم دول اللي هيقسمهم إلى قطع مستقيمة متناسبة أطوالها متناسبة. قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة. AB على BC يساوي AE على AD. وممكن تناسبات تانية كتير زي ما احنا أخدنا قبل كده، إن أقدر أقول AB على AC يساوي AE على AD. نشوف كده فكرة السؤال الأول. في الشكل أعلى إذا كان BT يساوي 15، SR يساوي 5، BS يساوي 12.5، فوجة TQ. طبعا BS على SR يساوي BT على TQ. ليه؟ لأن أنا عندي ST يوازي RQ. بعد ما كتبت التناسب أبدأ أعوض تعويض مباشر، وبعدين أقدر أحسب التي كيو عن طريق المقص. نشوف فكرة جديدة في نظرية جديدة اللي هي تعتبر عكس نظرية التناسب في المثلث. إذا وجد تناسب نحصل على التوازن. إذا قطع مستقيم ضلعين في مثلث وقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة، يبقى شوف موجود التناسب، فإن المستقيم يوازي الضلع الثالث للمثلث. موجود عندي تناسب يبقى إذن في توازي. طب إذا وجد التوازي يبقى موجود عندي تناسب. تعالوا نشوف فكرة السؤال بيقول إيه. في الشكل أعلى زي ما احنا شايفين HF يساوي 10، EH يساوي 6، والدي جي يساوي نص جي اف، فهل القطعة المستقيمة دي اي توازي القطعة المستقيمة جي اتش؟ طيب يا ولاد، أول خطوة ناخد الدي جي تساوي نص جي اف وأقسم الجي اف للطرفين. يبقى أنا عندي النسبة الأولى دي جي على جي اف يساوي نص. طيب هل الإي اتش على الاتش اف يساوي نص؟ لو طلعت بنص يبقى في توازي، ما طلعتش بنص يبقى لا يوجد توازي. طبعا الستة على عشرة لا تؤدي الى نص، وبالتالي هيكون هنا السؤال نقول له لا يوجد توازي. القطعة المنصفة للمثلث. نظرية القطعة المنصفة في المثلث، القطعة المنصفة في المثلث توازي احد اضلاعه وطولها يساوي نص طول هذا الضلع. طيب يبقى هنا يا ولاد عندي حاجتين دي القطعة المنصفة، بس الأول أعرف إيه هي القطعة المنصفة. القطعة المنصفة تأتي عن طريق تنصيف ضلعين في مثلث. يعني المثلث عندي HG منصف في K والHF منصف عند G. لو إحنا وصلنا الـ KG يبقى هذه تسمى قطعة منصفة. طيب بتعمل ايه القطعة المنصفة؟ شيئين. الحاجة الأولى عندي إنها توازي الضلع الثالث وطولها، طول يعني هذه القطعة المنصفة يساوي نصف هذا الضلع. تعالوا نشوف مسألة على هذه النظرية. السؤال أوجد كل قياس مما يأتي معتمدا على الشكل المجهول. هذا الشكل هو DE، مطلوب مني DE. الدي اي بيوازي اي سي، طيب وطوله يساوي نص طول هذا الضلع الاي سي. طيب يا اولاد
طب هو طوله 15 يبقى الدي اي يساوي 7.5. طيب بي دي، البي دي هنا بيساوي دي اي، ده احد الاضلاع، يبقى انا لازم اروح للقطعه المنصفه اللي بتوازي هذا الضلع. مين هو، مين هي القطعه؟ ايوه الاف اي ب 9.2، وبالتالي هيكون الدي بي طالما هو نص الاي بي اذا فهو يساوي الاف اي، يعني الدي بي هيساوي 9.2. عندي بقى مطلوب ثالث، قياس الزاوية اف اي دي، عاوزين نستفيد من التوازي. الزاوية اف اي دي يبقى احنا لازم نروح للرأس اي، اف اي دي هي دي، هي دي الزاوية دي المطلوبة. يا سلام، واحد قال ده اف اي بيوازي الاي بي يا استاذ، وهذا قاطع، يبقى كده انا عندي زاويتين متساويتين بالتبادل. شوف حرف الزد واضح اهو اللي انا بأشر لك عليه. يبقى اذا قياس الزاوية اف اي دي تساوي قياس الزاوية بي دي اي ايضا تساوي 82 درجة. الاجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية، عندي عدة مستقيمات متوازية وفي قاطعين. تعالوا نشوف كلام النظرية، إذا قطع قاطعان ثلاثة مستقيمات متوازية أو أكثر فإن أطوال أجزاء القاطعين تكون متناسبة. يعني إيه؟ يعني أقول AB على البي سي يساوي EF على FG. طيب واحد سألني طب ممكن أقول AB على EF يساوي BC على FG؟ نقول له مفيش مشكلة، لان احنا درسنا قبل كده التناسب وعارفين ازاي اقدر اطلع التناسبات كلها. تعالوا نشوف فكرة السؤال الرابع، عقارات وجهة قطعة الارض هي طول حدها المحاذي لمعلم ما مثل شارع او بحر او نهر. معلم هنا معلم يعني زي شارع او بحر او نهر. اوجد طول الواجهه البحريه للقطعه A الى اقرب عشر للمتر. انا عندي هنا التوازي وهنا القاطع ناحيه البحر والقاطع الاخر ناحيه الشارع. طيب يعني اقدر اقول 58 على 42 يساوي اكس على 60. طب ليه قلنا اكس؟ اللي هو الجزء المطلوب مني، وبعدين اقدر اعمل المقاس احصل على قيمة اكس، وبالتالي هتكون هذه هي طول الواجهة البحرية للقطعة A. الاجزاء المتناسبة من قاطعين لمستقيمات متوازية، اذا قطع قاطع ثلاثة مستقيمات متوازية او اكثر وكانت اجزاءه متطابقة، هنا هناك كنا بنقول متناسبة، هنا متطابقة، فإن أجزاء أي قاطع آخر لا تكون متطابقة أيضا. طيب يعني إيه بي بيساوي بي سي؟ بيطابقوا، متطابقين. إذن هنا القاطع الآخر الأجزاء بتاعته هتكون متطابقة، يعني الإي إف يطابق الإف جي. تعالوا نشوف فكرة السؤال على هذه النتيجة، أوجد قيمة كل من إكس وواي. طبعا هنا نشوف هنا مديني 8 8، يعني دليل ان هما في حالة تطابق، يبقى اقدر اعمل معادلة 7x ناقص 2 تساوي 4x زائد 3، واحنا الحمد لله مهرة في حل هذه المعادلات. تعالوا نشوف 5b، ايضا هنا مدينا في توازي، التوازي جميل، وعندنا هنا في شوف اجزاء ايه، اجزاء يا حبايبي متطابقه، يبقى الخمسه واي ناقص 9 يساوي 3 واي زائد 1، معادله سهله وبسيطه. طيب اجزاء القاطع الاول متطابقه، يبقى اجزاء القاطع الثاني تكون ايضا متطابقه، وبالتالي اقدر اعمل معادله ثانيه 3 اكس ناقص 5 يساوي 2 اكس زائد 1، واحل المعادله واطلع قيمه اكس، وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس، متمنيا لكم النجاح والتوفيق.
ونتقابل إن شاء الله قريبا في درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.